عشنا شهر تقريبا الآن من حالة التأزم، أنا بحطها بين براكتس المفتعلة. 14 فبراير بدأت العملية، تم إغلاق الأمن البحريني أو حياة الناس لمدة يومين. تدخل سمو ولي العهد، وصل للاستديو مد يده وقال هذه حوار، وأنا طالب الجميع بالهدوء ويرجع كل شيء كما كان. اليوم يا سمو ولي العهد أنت مديت يدك، أطراف كثيرة في البحرين مدت يدها للحوار إلا الطرف المؤزم للوضع في البحرين، لليوم ما مد يده للحوار، ما زال يساوم، قاعد يضع الشروط تلو الشروط تلو الشروط. وصلنا لمرحلة نشوف من على يعني على امتداد 4 أسابيع أفعال وممارسات تبين أن النوايا مش من أجل الحوار ولا من أجل المطالب اللي رفعت واللي دائما كانوا يأكدون فيها أن هي مطالب معيشية. اليوم أو خلنا نرجع حق كلمة علي سلمان في الجزيرة قبل يومين مع دكتور صلاح علي، قال اليوم أنا ما أتكلم عن مطالب معيشية. وهذا الكلام ترى قاعد يردد، أنتم فتحتوا تلفزيون البحرين لكثير من الاتصالات من الدوار، وحتى في قناة سكوب الأخ فايز ما قصر، كثير من الناس اتصلوا وش قالوا؟ أن المطالب الحين مو مطالب معيشية صارت. أنا واحد قال ايش كره بتعطيني بيت بتعطيني، لا هاي مو مطلبي، مطلبي أغير النظام. تعال احنا في البداية لما قلنا وتعاطفنا مع الناس وقلنا هذه فئات أو شريحة مغرر بها تم اللعب على جراحاتها، قلنا أن في بعض المطالب احنا وياهم فيها، مثلا الإسكان. وطبعا الإسكان شفنا كم مكرمة من جلالة الملك آخرها قبل أسبوعين تقريبا لما صار التعديل الوزاري التغييرات هذه والغاء 25% من قروض الإسكان، وبعدها بأسبوع الوزير الجديد يطلع ويعلن عن خطة لاحتواء مشكلة الإسكان في عدد معدود من السنوات. يعني أن هذه الهم اللي احنا مشتركين فيه في حلول صارت حتى من قبل ما يبدأ الحوار. طيب احنا اليوم نتكلم عن رفع رواتب كمطلب، انتم ما تقولون لي اللي في الدوار عندكم 18 نائب من الوفاق لهم تمثيل في المجلس 4 سنين اللي راحت، وينهم عن مطلب رفع الرواتب؟ اللي قاعد يصير اذا انت تقول لي انا مطالبي ما تحققت، معناته هذه انت تبصم ان 18 نائب فشلوا فشل ذريع في ال4 سنوات اللي راحت، واليوم جايين يبون يكسبون الموقف ويرجعونها، خلينا نتكلم بالبحريني، وان انا وياكم وانا بعلق وبستقيل. اذا انت بتستقيل لحظة أخي فيصل، وال1% من اقتطاع رواتب الناس من مرر مرر تحت ظل 17 نائب وفاقي. بالضبط، وخلنا أكمل لك. اليوم تقول لي أنا استقالتي قدمتها ولا تراجع، ليش نوابك يتصنون في النواب الثانيين ويقولون لهم لا تستعينون على الاستقالة؟ وللأسف مجلس النواب يمدد لي شهرين بناقش استقالتهم في خلال شهرين، يعني في هالشهرين تفهموني يا مجلس النواب هل رواتبهم بتمشي؟ سيايرهم اللي خذوها بفضل اصوات الناس يروحون فيها للدوار، رجعها هناك حطها في مجلس النواب اذا انت صادق. اليوم اللي قاعد يصير ان عندنا حتى في الدوار قال سمو ولي العهد ان في هناك بعد تيارات، في تيار يحاول يطغى على تيار. انت تقول لي الجمعيات السياسيه طلعت بيان ان لا تروحون مسيره الرفاح، ما قدرت تحكمهم؟ اكيد ما تقدر تحكمهم، لان هم هيئه الارضيه، هيئوا الارضيه حق الناس اللي في الدوار، وياهم حسن مشيمع وسرق هالناس كلها بخطابات استفزازية. أنا أقول نفس ما ذكرت، في نواب 2 من شاركة بالضبط من الوفاق موجودين، يعني شنو ذي؟ لا أنت تقول لي تقول ما بشارك وتطرش 2 أطلع من لي أطلع لي في بيان، ونوابك في قناة العالم يصرحون ويدعمون هالمسيرة وذي. أنا كتبت حق علي سلمان أمس في المقال، يا أخي علمهم شلون يتكلمون شلون يطلعون حق الميديا، إذا أنت قاعد تطلع لنا أنك تصور نفسك أن أنت هادئ وعقلاني ومتزن، خل غيرك يتعلم شلون يتكلم يلعب سياسه صح. اخوي اليوم انا قاعد اتكلم عن قضيه، انت تقول لي اعلام، بحيد الاعلام البحريني، تلفزيون البحرين ابا سكته، انت ايش قاعد تسوي برا؟ في قناه، احنا ما نبي نربط اطراف وخيوط ونقول انه مدعومين من جهات خارجيه، لكن انتم تخلونا ليش؟ اذا في قناه برا تابعه وبتمويل لنظام اخر، وهالنظام في الشواهد التاريخية موجودة كذا مرة كانت في أطماع بخصوص البحرين، هذه القناة تفتح هواتفها وتخصص إيميل
اليوم انا قاعد اتابع الصبح، اتابع المهازل والكذب اللي قاعد يصير، المسرحيات اللي قاعد تنشر هناك، والصحفيين اللي صاروا مراسلين لهذا القناة. بقول لك ايه، كان هذه ايميلنا، اي صور اي فيديوهات طرشوها، هذا ارقام تليفوناتنا حق المسجات، وشوف المسجات اللي تنكتب. اليوم هذه اكا، هذه استديو تلفزيون البحرين، اذا يسمعوني اللي يقول انا ضد العنف وانا بمصلحه البلد ولا سنيه ولا شيعيه وحده وطنيه وفوق اسقاط النظام، علي سلمان حياك الاستديو. ابراهيم شريف اللي تحاول تختزل الشارع السني في نفسك والشارع السني بريء منك، حياك الاستديو هني. مهدي بوديب اللي ضربت شرف مهنه التعليم في عرض الحائط، حياك الاستديو. خلينا نتناقش، انا اتحداه ميون. تدري ليش ميون اخوي محمد؟ لان انا بسال علي سلمان، انت تقول لي صور جلاله الملك، انا بسالك تنزل في الارض؟ شعارات تسقيطية في الدوار تقبل ولا لا؟ بيلف ويدور ما بيعرف يجاوب، لكن في المقابل لو انا اقول له لو الشارع السني يه واخطا وقام بنفس اللي انتم تسوونه ونزلنا صور رموزكم في الارض، صوره الشيخ عيسى قاسم حطها في الارض بتقبل؟ بتقوم القيامه وما بتسكت، وانا اتحدى يجاوبني على هالكلام ذي كله. احنا لا نشتم ولا نسب ولا سقطنا، لكن احنا في المقابل احنا ماجورين. مأجورين ليش؟ لأن احنا ندافع عن البلد. احنا عملاء ليش؟ لأن احنا ما نرضى على جلالة الملك ورموزنا. نصير عملاء بلطجية. يطلع لي الأخ، ما بسمي أخ، ما يستحق أن يكون أخ، حسن مشيمع المحرض رأس الفتنة، يطلع لي في البي بي سي قبل ما يوصل للبحرين 450 ألف هذين بلطجية اللي طلعوا في الفاتح. في الفاتح يعني أنتوا يا شعب البحرين كلكم بلطجية. لحظة أسأل أخوي فيصل، اللي شفناه الحين في التلفزيون، دهس الشرطي، صدم الشرطي، حجارة، طعن الشرطة، قول لي من اللي صار في جامعة البحرين؟ من يعني هذه أعمال شو تحطها يعني تحت أعمال سلمية أو بلطجية؟ لا لا لا، شوف يعني مثلا طبعا شوف السيارة الآن صدم الشرطي، يتجهون إلى الشرطي يضربونه. لا طبعا بقول لك اسمح لي أخوي محمد، هاي مو أعمال بلطجة؟ لا خلنا أكلمك بلغتهم. أي شو يقول لك؟ لا هذه مسرحيات. أيه؟ انتم فبركينها. أيه؟ لا اسمح لي، يعني اليوم بقول لك، انت الحين شوف قناه العالم اليوم اطالع الصبح مشهد جدا مضحك، سته شايلين لهم واحد ويركضون فيه على السريع، وواحد وراهم كاميرا. اذا لا احنا شايفين هاي اللي شايلينه في دم مصاب في شيء، لا شايلينه ويركضون فيه. زين هذه مو يمكن تكون مسرحيه، واحد قاعد يراوي لنا يده ان فيها شامخ وفيها شو اسمه كذا مصايبينه يا رجال الامن. قولوا لي الشرطي اللي انقطعت اصابعه، الصور اللي حطيناها في يوم الخميس لما تم اخلاء الدوار، الناس اللي في المستشفى وانضربت بسيوف واسلحه، قلتوا طلعتوا في الجرايد وقلتوا مسرحيات، وللاسف طلعتوا في الجريده اللي عندنا هنا في البحرين احدى الجرايد اللي هي خنجر في خاصره البحرين وتقولون مسرحيات. هذه مسرحيات على اللي انتم تسوونها، شنو ذي؟ شنو ذي؟ على فكره هناك في خلينا نوضح حق المشاهدين بعد مهم يعرفون قضيه نقل أعداد من الناس إلى السلمانية وتكديسهم في الطوارئ والقول بأنهم مصابين، على فكرة هذه للإعلام الخارجي، للاستهلاك الخارجي، للقول بأن قوات الأمن تقوم باستخدام عنف مفرط وبإصابة الناس بالمطاط وبغير المطاط حتى يعني تكون هناك ضغوط على حكومة البحرين. وطبعا هذه الأمور تحدث، خلينا نقول ما كان لها ان تحدث لولا وجود من يساعدهم في مستشفى السلمانيه. محمد على هذا الامر، اخوي محمد بقول لك هذا الامر حقيقي او لا؟ انا اليوم جاتني اتصالات من اطباء داخل مستشفى السلمانيه. طبعا حتى جمعيه الاطباء واضحه شلون سرقت ويعني تم فنتها انزين واختزالها في اشخاص معينين. في اطباء رافضين، وكلكم قرا في الجرايد كلام الاطباء الرافضين، فوق ال 200 طبيب. 200 طبيب احتجوا على ممارسات هذه الجمعيه. ياتني اتصالات من اطباء داخل بعد اللي صار الصبح. طبعا انا ما ابي اذكر اسامي، لان في اليوم الناس دلين اللي يقول لك حريه راي وحريه تعبير وانا طالب بالديمقراطيه، هذه ترى بس بالنسبه لهم، اذا انت تختلف معاهم في الراي على طول يسقطونك. حبيبي انا انا بقول لك، انا كشخص كفيصل الشيخ، انا تم اهدار دمي في الدوار، ليش؟ هل سمعتوني في مقال او في مقابله سبيت شتمت؟ انا اناقش الحجه بالحجه واتكلم بوطنيه، انا ما استخدمت لغتكم، لكن لان كلامي يكشف وقائع وكلامي ما يجي على مزاجهم، لا هذه ماجور وهذه عميل. اليوم هالاطباء شو يقولون لي؟ تعال شوف المستشفى قاعدين يجون ما فيهم شيء.
يقط روحه على سرير بمعاونة الأطباء، بعض الأطباء اللي للأسف الشديد سقطت أقنعتهم، والممرضات، والتصوير جاري، خلاص صورت تفضل مع السلامة. ولا تقول لي مسيرة الرفاع 700 دخلوا بعد نص ساعة، طلعوا 600 وشيء، شنو هالكذب ذي؟ حتى طلعت مسج نكتة يمكن قريتها، أن اليابان اتصلت في مستشفى السلمانية تبي هالطاقم الطبي العجيب اللي قدر يشافي 700 في نص ساعة. والزلزال كان في نفس في بدايات 500 مصاب. المشكلة احنا اليوم امام حرب اعلامية اخوي محمد. السيستم اللي فيه انه اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقوك. اليوم انا ايي واروح ابي اخدع الاعلام الاجنبي، ليش؟ الهدف مو قضية ان انا ابي التعاطي من داخل البحرين مع حكومة او نظام، لا، انا ابي الضغط يكون من برا. الجماعة متوهمين ان هم بهالمسرحيات هذه بيحاول يعني بيسببون ضغط على البحرين. اليوم يمكن وايد ناس في شارع البحرين ضجت، تعبت، كانت تقول لمتى يا حكومتنا، لمتى تشوفوا ايش قاعد يصير. اليوم انت عندك مادة غنية في التلفزيون اللي عرضتها اليوم، هذه واضحة، هذه السلمية، هذا للناس اللي تبي حقوق، هاي الناس اللي تطالب باصلاحات وتقول لك لا انا اقدم الورد. تقص على مين انت تقدم الورد؟ حق مين؟ يوقف لي محمد المقداد صفاف في قناة العالم يقول لهم أنا الحين بروح أعطي قوات الأمن الورود باسمكم، وبعدين نتحرك نروح للمرفأ المالي. والله يا فيصل يعطون الآن، متصل قبل شيء ممكن أنا قلت حق الأخوة المشاهدين، سلمون الورد للشرطة أو للجيش مع إهانات وشتم وبصق على الوجه. هذا احد افراد الجيش الان قاعد يتكلم في اذاعه البحرين. هذه الورود برجع حق تلفزيون السلمانيه او تلفزيون السلمانيه مستشفى السلمانيه، مستشفانا محتل. مع احترامي الشديد، تبون نتكلم بشفافيه صح؟ تلفزيون البحرين عشان ما نقول تلفزيون العين الواحده صح؟ سمو ولي العهد قال تكلموا صح؟ انا بتكلم. وزير الصحه انت اول يوم بعد ادائك القسم يوم الاحد رحت السلمانية، شافوك ناس شافوك تمشي في المستشفى، تنهي جولتك في خيمة من الخيام الغير مرخصة قاعدة هناك وتشرب شاي وانت وجهك مبتسم. المهزلة اللي تصير في مستشفى السلمانية، انت وين؟ يتردد انه هو مسافر، هذه وقت تسافر فيه؟ هذه وقت؟ شو اللي قاعد يصير في مستشفى السلمانية؟ طيب انا مؤتمرات صحفيه تصير في مستشفى السلمانيه، عبد الوهاب حسين يقعد لي داخل المستشفى ويقول هذولين ما يون بالكلام، حرقوا اطارات واستخدموا العنف. وينك يا وزير؟ اليوم اذا قلنا في اصابات صح؟ في اصابات، وامس 700 وطلعوا 600، هل كان الوزير موجود؟ هل طلع بتصريح؟ انا بعرف شيء واحد، دكتور نبيل الانصاري ليش يروح يتكلم في قناه وصل ما يتكلم في البحرين؟ ليش تم منع حضوره حلقة البحرين اللي كانت يفترض أن يعرض فيها صور وفيديوهات عن مستشفى السلمانية؟ ليش يا وزير؟ هذه موقف وطني؟ طيب أنا عندي بس خبر الآن، الجماعة يقولون لي عنه أن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أكد قبل قليل وقوف ودعم دول المجلس لمملكة البحرين، ويبدو أن هذا الخبر أو هذا التصريح جاء بعد تطورات الأحداث في مملكة البحرين هذا اليوم. هاي نقطة محمد ضروري نتكلم عنها، لأن اللي قاعد يصير اليوم هم حاولوا يكسبون رأي تعاطف عالمي، هذه ما صار. يعني أنت ما تتكلم عن البحرين كوضع مصر وليبيا وتونس، لا. اليوم تعال شوف ردود الافعال. في حكمه في تعامل القياده، رغم انه يعني كثير من الاطراف يمكن